بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقالقي إيوا إذن سلام إذا مانتين ميل كستو أدون كأك جوكتين. أهلا وسهلا كسو دواد جنال كينا إن مانتو حا نوشدن لوبان نوشدن لوبان الدكر نوشدن لوبان تاني توت وحواي لوبان بكتير دي وفي عن تهي قرقي يعني وحي كبحسا بكتير دي كبحسا إن وحي سيسا إن عرف سيسا ما شاء الله هذا ما دام أو دونكي أو نقضيبو إن لوضع عبسناي أو عذر كلاك عبسناي يعني ما شاء الله عادي في عن تاي لوبانتا أما لوبانتا لوبان الدكر لدهاي أما لوبانتا كل عادي إيه أو وضن كان أشيدنا ما شاء الله يعني بكتير دي بحيان لبضبو بو عادي وفي عين بكتير دي ديلان يعني مر كمان أنت وأركو يسين أصحاب تو حنا شيدنا لوبان إن وحاك لوبان تنهاية ألاب وحاني هاي جيت معجزة إيه أو ما شاء الله إيه آدي آد وفي عن حق عافمات إيه حق قرحين لبضة وفي عن جيت كان وحواي مقعيس وحال لها شعير على لها جيت كان وحواي جيت ورسول كان استعمال جري وعون جري عليه أفضل الصلاة والسلام يعني وحواي إن ما شاء الله يعني فائدة دي سم رسول كوبي كرا جيت كان يتود إن عون التان هدي لها إن عبد والعباء وحيال بدن وفي عيني هاي إن علاشة والغوية ريا تيمها وغوية ريا وجيغا ما شاء الله يعني آد إي آد وقرحية فائدة دي سمال سوكو بكرو حق عافما يعني فيتامينا دا كبوحو إن بروتين وليه هاي وحو في عيني هاي إن كوليسترول كا سكرتا دي كركا وحوال بو في عيني هاي يعني وحاواي فرمشية كامل واي عربتو حيق لهان سيدالية كامل إن يعني فرمشية كامل واي أصحابتا سو دوادة كفائدة سوعن marka hore intaan u gudagalin hadii aan ugu cusub tahay soo dhawow channelka subscribe dheh beelkana taabo hadii aad asxaabti hore noola jooga aad tahayna oo familyka kamid ahayday like and share at @ ee kaga mahadcelinaya insha Allah asxaabta hadana waa bilaabaneyna soo dhawaada wa kana asxaabta qaaliga ee shaciirka marka shaciirka waxaan rabnaa inaan saddex shay aan kasoo saarno in waxaan kasoo saarnayna oo kasameysanayna shaahi caloosha aan ku yareynayno ماسك أو وجه عن مرسنين إيو إن ماسك كلا يدنا أو تما عن مرسنين إن شاء الله مركو هر لك وحاكو بلابنينا إن شاهيجة شاهيجة مركو حواي سهل واي وحان بيان دب كلا سارينا أما وحاس ما يكرتا أو سهل إيه سيد هدا أو سمينا بيك أو كليل أو أت وكر كرسن أن كرك أو شبينا هل قاد أو شعير إيه مركو هل قاد أو شعير إيه سكر إيه وحمل قدر أيو يعني سكرت وأكسون هاي دبكة اللي هذا هاي يعني هذا صفي يعني إن لو وجاد سكرت إنه ماركنه أي إن فائدوين كحتى ماركنه فيتامينات كديليس يعني شعير كهذا مركو الثاني هاي هذه هل قاد سكر أنكو زيادة الفائدة دي أنا كأنا ربني حتى ما كهلينه مركو حنكو عبينا إن سكر الآن أنكو عبينا هل قاد أو شعير إيه هي هل بكير بي إيه واي بيها إنه كلال هذا واي هدي أربت أذ إنه كركرسد أربت عاد دبك وصار كرتا لكن سأنا وحيلة في عن إن دبك أنا صارن أو بيها كلال إيه لو شو أو لو دبالة مرك بيها كلال كان كشو بينا وكدبولينا وحسوجينا إلا نص عملا سوجينا كبعدنا وعبينا إن شاء الله مرك إن شاهيجة وحواي إن علاش وفي عيني هي علاش وسعد سينايا بكتير ذي وكدلايا إن محل هاي على شو يرينا يعني إذا جر كان عاد نوي هاي أو حنكه لنا شعيرك إن شاهي جيسة على شو نو يرينا يا مرك أنا كده ده النواي الصبح ذي نواي مرك الصبح ده الساقع إن إذا وح بكل وح كلا يعني قال عنن وحال ربا إن شعيرك بيجيس لعبو هادنا وحن سمي سنة نا ماسك ذي إن ماسك ذي إذا نسهل واي إن عاجن وحقيقي وجرة شعيرك أنسو الشيء ذي أو بر أنكسو لجاي إيه وحان كسو شيدة مكينة دو هيل كي يقرفها لو شيدة أن كشيدة مركو وحان كقادن إنا هل قاد أو بحذن كقادن إنا هدي أعرب تدن وكبت سنكرتا إن وحان كقصينا عانو عانا قولي بوحا في عن عانا أو باودر كافي عن عانا بورها في عن وحان استعمال إسا إن وجيغة قورتا قعمها واستعمال كرتا حتى ما شاء الله آدي وفي عن تاي ماسكدان وان سهل ما شاء الله وجيغا آدي وقر حسا إن وحي كدقيسا بيبي كدقيسا وجيغا أنتي إي جنواي ويريسا وجيغا ماسكدان إي وحي كلا في عنتهاي وجيغا مركي أو فينانك ليهي هاي فينانك وأو في عنتهاي أو بكتير دي الدشاء وحي كلا سمينة سامد مدوغ وجيغا قلا أو فينانك أو قطاق ويكاقادا إن مدمدوغ أو قر حدا إي سببتو وكاقاديسا وجيغا وعدينيسا ما شاء الله يعني إن أنتي إي جنواي كالسك أرغوية ماسكدان أصحاب تسلق وغادة
waxay kale ku fiican tahay in maskadaaneetood wejiga xaadi ka qaada waxa sameeyneysaa wejiga markay ku qalasho bacdeena masaaj ku sameeyneysaa masaaj ku sameeyneysaa marka xaadi tinta wejiga leh oo dhan way qaadeysaa marka wejigana maasha Allah dalal iyo liish smooth curls iska arkay ka dhigeysaa marka isla ogaada asxaabta aad iyo aad u fiican tahay maskadan haddana qaybta u dambeysay oo timahan galeynaa in waxa u baahanahay nus bakeri oo shaciir ah marka hore waa soo dhaqayna shaciirka kabacdina waxaan ku dareynaa saddex bakeri oo biyo in waxa u sugeynaa adi ilaa uu ka karkaraayo 10 daqiiqo camal aan sugeynaa markii uu si fiican u karkaro kabacdina dabkan ka dibineynaa insha Allah kana hadda waa soo karkaray markii uu si fiican u karkaro kadib dabkan ka dhiminaynaa in waxaan sugeynaa markii ilaa uu ka qaboobayo markii uu qaboobay waa kana waa soo miiray in waxaan ku shubanaynaa caagaana ku shubanaynaa marka waxaa loo isticmaalayaa in madaxaan ku buufineynaa madaxa timaha yacni waxaa la rabaa in lagu masaajeeyo kabacdina baca ku xireysaa waxaa ku hayneysaa ilaa nus saac ilaa iyo in hal saac camal ku hayne kadibna waa iska dhaqaysaa shaciirka biyihiisa asxaabta qaaliga ah timaha aad iyo aad ugu fiican yahay timaha waa dheereeyaa agoolka uu bixiyaa yacni agoolka waa u fiican yahay madaxana baraha leh waa u fiican yahay isagana lainoo bakteriyada u dilayaa wuxuu kale u fiican yahay in timaha oo cirada leh yacni dadka oo iko yaryar ee timahooda cirada gasho waa u fiican yahay cirada waa madoobeynayaa maasha Allah isla ogaada asxaabta in shaciirka waxa waaye geed waxa waaye oo cajiib ah oo mucjiza ah maasha Allah faa'iidadiisana ma la soo koobi karo maasha Allah asxaabta qaaliga ah alaabteeni waa tanaasan inoogu soo baxday oo shaciirka aan ka sameysanay waxaa waaye 3-1 ay dhahaan carabta ingiliishkana waxaa waaye 3-1 marka waxaa waaye hal shay oon saddex shay aan ka sameysano waaye maasha Allah ma la iska heli karo caafimaadkana aad iyo aada ugu fiican yahay xag cunid iyo xag maxaa la dhahayo qurxin kaal iska arag yacni wax la iska heli karo ma ahan marka asxaabta barobey idinkana waxa waaye wax sahal ah oo basiid ah oo faa'iido weyn noo leh oo maasha Allah ah yacni meel kastana waxaa umaleynaya inuu yaalo soomaaliya waa yaalaa dhulka carbeed haddii aada joogto waa ka helaysaa yurubna waxaa umaleynaya ameerika in laga helaayo yacni wax oo waxa waaye oo maxaa la dhahay qamadiga oo kale waaye yacni waxaa loo isticmaalaa ceeshka rootiga waxyaalahaas idan loo isticmaalaa wax oo saxi oo caafimaad leh waaye yacni meel kastana waa yaala umaleynaya wax la weynaayo ma ahan marka asxaabta waxaa idin leeyahay ka faa'iideysi wacan haddii aad ka hesheenna subscribe iyo like share dhaha waxaanoo ballan ah videoga dambe insha Allah waxaan idinkaga tegayaa kheyr badan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.